وبعد غياب لسنين طويلة بترجع تاني الدراما التاريخية والدينية، وده من خلال مسلسل رسالة الإمام، وهو المسلسل اللي بيحكي قصة حياة الإمام الشافعي. المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي، وبيشارك في المسلسل مجموعة كبيرة جدا من النجوم العرب ومن إخراج الليف أحجو. وبالمناسبة المسلسل هيتعرض هنا على شاشة القناة الأولى. ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها مخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.